كان سيده عالم السادس عشر في مصر، سيخرج من البيت المفرد، سيشتري لبسه ونيله، بدلة جديدة زانية وأقلاما مدونة، وكرائس صغيرة غذائية وحفاظة يحمل على ربه، سيبارك الحروف في هذا العالم ويجاهد كل قرار يقبل على بعضنا ويجبر الناس باسمه. سيكون من أصدقائه وأقرابه قد يكون من ذلك لا نعم، نعم على كل قليلة لو تسعى شفت بوسكوري جديدة كان يتمنى أن تتحقق، لكن لونا تم غيابه، خطف والده ذات ليلة، ومن يومها تحولت المدرسة إلى فتنة، ماتت الزمان والنور والوفاة في ساحة شوق حزينة على خطى أطفالي كانت تخدم المكان وتحول قلم الرصاص إلى رصاصة حقيقية ومحضرة صارت بركة. بالمقولة لأنني كنت أثر الرياء أم الكذبة ليس من الطلاق، وصفت بالأبلة والمجنون، كان المرأة يلتفتون إلي في خوف ويتعودون، والسدية يلوحونني بالحصى والرقاب الجارحة، وتلاميذ المدارس يستلذون لمظهري ويتغمسون ويتعشقون من وراء حركاتي، أساتذتهم يلعنونني ويختمون، والقرب والحرب ينسعان شيئاً جدي وانا كالأبلة، فاجتمع الأولياء وقدم مدية شكاوى لشيخ البلدية وقالوا الشرطة، لذلك الأولى أخذتني سيارة الشرطة بعد 5 ساعات لقليل مكبلا، وتلاميذ المدارس يصفون حقوق وانا كالزعيم وحيي. وفي المحضر جيء بطبيب فحصني بأنني وأثبت بأنني أكره الرياء أنقض الكذبة أشمئز من طلاق، وجاء القديم بلباس سفر وأمامي أقوال كثيرة على مقر الحمد لله. ومنذ ذلك الحين لم يشتري أحد، لم يصيبني حصار، لم يلعني أحد، ولم يتعاشق أطفال المدارس من وراء حركاتي، لم تقدم لي شكاوى، ولكني عرضت كثيرا كثيرا ولم يلتفت إليه أحد، ومن أمر التقمص ضحكت على الناس و قال قد كان مسكينا مجنونا مستلزما ومات.